سالي، أولى فقراتنا الصباحية لليوم عن شهر التوعية بسرطان الأطفال، وهو شهر أيلول مثل كل سنة نتعرف على نشاطات جمعية بسمة للأطفال ولرعاية مرضى السرطان، ونعرف شو اللي تغير هاي السنة بحملتهم طيلة هالشهر. مع المدير التنفيذي في الجمعية ريما سالم، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. سعد صباحكم وصباح الخير لكل المشاهدين اليوم. اهلا وسهلا فيكي. يعني اليوم مثل ما بنعرف شهر ايلول هو شهر التوعيه، خلينا نقول بس ما نحن بنعرف نشاطات بس ما مواكبينا ومتابعينا اكيد، ومشكوره كل الجهود المبذوله تجاه دول الاعمال الانسانيه. خلينا بالبدايه نحكي عن نشاطات هذا الشهر بالتحديد، شهر ايلول. هلا شهر ايلول هو عالميا هو شهر التوعيه بمرض سرطان الاطفال عالميا، بالعالم بتروج لهذا الشهر كرمال العالم تلفت نظر لقضية سرطان الأطفال، بيتضوى بعض الأماكن المشهورة كتير بلون الذهبي لأنه شعار الذهبي هو شعار التوعية عن سرطان الأطفال ليفرجوا العالم ويعني ويناصروا هالقضية، قضية سرطان الأطفال، وأنه في فئة بهالمجتمع اسمهم أطفال مصابين بالسرطان، لأنه بعدنا لهلا في عالم ما بتعرف أنه الأولاد الصغار ممكن يصير معهم سرطان. صحيح. فنحن هون بسوريا صرنا كم سنة من عم كمان نحكي عن موضوع سرطان الأطفال بشهر أيلول، هو فقط كتوعية مجتمعية، كتوعية للمجتمع وللأهالي سرطان الأطفال كرمال نحن طبعا مثل أي مرض سرطان الكبار، كل ما تشخص بكير كل ما كانت نوعية الحياة أفضل، كل ما كان نسبة الشفاء أعلى. فالترويج لهذا الموضوع للمجتمع وللأهالي وللمتطوعين وفئة الشباب عن سرطان الأطفال بيساعد الأطفالنا، بيساعد المجتمع نخفف هذا المرض، وبنفس الوقت نحصل على نسب شفاء كتير عالية. وبنقول إنه في جمعية اسمها بسمة عم تشتغل بهالمجال، ممكن يروحوا الأولاد يتعالجوا فيها مجانا. خلينا نحكي شو اللي اختلف بعملكم خلال جائحة كورونا، بعملكم مع الأطفال كيف عم تستخدموا أساليب الوقاية؟ هلا طبعا نحن كنا يوميا بنفوت على مشفى الأطفال، نقعد مع الأولاد كفريق متطوعين نعمل دعم نفسي لهم للأطفال بشكل يومي. طبعا هذا الشيء توقف من آدار بسبب كورونا، لأنه الأولاد الأطفال معهم سرطان هي الأطفال أكثر فئة معرضة لأنه تنصاب بهذا المرض. للأسف ما حسنا نعمل أي نشاط للأطفال. طبعا ضلوا الخدمات اللي عم تتقدم للأولاد نفسها، يعني في الأخصائية الاجتماعية الموجودة دائما موجودة بمشفى الأطفال أو بوحدة بسمة التخصصي لتكون دائما مع الولد، لدائما تخفف عنه المعاناة تبعه أو الألم تبعه بمساعدة الراعيات، بمساعدة غرفة الإلعام. ولكن كمتطوعين للأسف لا عاد حسنا نعمل نشاطات داخلية أو خارجية كرمال نحمي الأولاد أول شيء. بالنسبة للتوعية المجتمعية كمان ما حسنا نعمل هالسنة أي نشاط خارجي لنجمع فيه المجتمع. السنة الماضية عملنا بمسرح الحمراء جلسة توعوية للمجتمع، حضرت تقريبا شيء 90 شخص من المجتمع، من الجمعيات الخيرية ومن أشخاص موجودين بالمجتمع لنحكي فيها عن حقائق وواقع سرطان الأطفال بسوريا. هالسنة كمان ما حسنا نعمل هذا الشيء بسبب كمان كورونا، لأنه الاختلاط والتباعد الاجتماعي هذا الموضوع صعب نحققه بالمسرح، بالإضافة اقتصرت كل الأشياء اللي عم نعملها هلا عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي إن كان فيسبوك أو إنستغرام، نروج لهذا الموضوع. أكيد يعني عناية فائقة عم نشوفها ريما، وخاصة بالأطفال. الأطفال هنا بشكل عام بدهم عناية كيف إذا كانوا مرضى سرطان. ونحن بنعرف أنه الأطفال يعني إذا بدنا نحكي عن كورونا بالتحديد هن أكبر ناقل أيضا للعدوى، وخاصة الأطفال الأصحاء إذا كانوا أطفال مصابين بكون مناعتهم أقل. صح. قديش نحن عم نعطيهم عناية لسه أكثر مشان مناعتهم يعني. مزبوط. هلا نحن بالنسبة لوحدة بسمة التخصصية من أول ما بلشت جائحة كورونا أخذنا مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة كتير بصراحة، يعني ما عاد في زيارات، اجت فترة ممنوع الأم تطلع أبدا برات القسم، يعني خلص فاتت ما عاد تفوت أبدا برات القسم كرمال نحمي الأولاد. ولد مثل ما حكيتي حضرتك، طفل وقت طفل مصاب بالسرطان هو طفل بالنهاية مناعته كتير واطية. صحيح. فمعرض يعني للرشح معرض، فكيف لمرض كورونا يكون قاتل؟
غير انه ممكن يعدي. وبنفس الوقت نحن كمان عندنا الفريق الطبي، يعني الفريق الطبي اللي عم يشتغل مع الاطفال المصابين بالسرطان كمان بدنا نحميهم. فكانت الاجراءات تبعنا شوي صارمه، ولكن كلها لازم تصب يعني، والحمد لله لهلا الامور ان شاء الله ونشكر الله تضل بخير، بدها تصب بمصلحه الطفل والفريق الصحي اللي عندنا يعني. تمام، هلا خلينا بدنا نتابع مشاهد من الفيلم التوعوي اللي عملته نعم. جمعيه بسمه، وخلينا نعرف شو هي رسالتكم منه. مرحبا، اليوم بدي احكي لكم عن مرض بيقولوا عنه خبيث، بتسمعوا باسمه كثير بس ما بتعرفوا شو هو، بسموه سرطان. رح احكي لكم عن هذا المرض وتاثيره على المريض وعلى العيله. ممكن يكون مع ابوك او امك او حدا من اخواتك او حتى رفيقك بالمدرسه، وممكن يكون مع اي شخص نحن بنحبه كثير. شو هذا مرض السرطان؟ جسمنا فيه اعضاء وخلايا كتير، لما بيصير في سرطان يعني في شيء غلط صار بواحد من هالاعضاء او الخلايا. الخلايا السيئه بتصير تكبر وتكبر، وبوقتها بسموها ورم. ببلش يكبر الورم، وهذا الشيء بيخلي الشخص يتعب، واحيانا بيتعب كتير. في اكثر من نوع للسرطان واكثر من اسم. يمكن تسالوا حالكم ليش بيصير السرطان؟ رح تعرف بعد ما تسال كتير، انه الدكاترة ما قدروا يعرفوا بالضبط شو سبب هذا المرض. السرطان بيصير بأي وقت وبأي مكان بالجسم ومع أي شخص. لازم تعرف انه هذا مو غلطك، ولا شيء انت عملته ممكن يعمل السرطان. السرطان ما بيجي اذا انت كنت معصب من حدا، او ما كتبت وظيفتك، او اذا كنت مشاغب او بتعذب اهلك. واهم شغلة لازم تعرفها انه السرطان ما بيعدي، فبتقدر تعبط وتبوس الشخص المريض بالسرطان، وهذا الشيء حيساعده ليصير مبسوط. إذا حدا عنده سرطان بيكون مريض كتير، مو مثل لما بناخد برد أو منرشح. ممكن يضل مريض لفترة طويلة، يمكن يحتاج يروح لعند الدكتور أكتر أو يروح المستشفى، ويمكن يحتاج يضل بالمستشفى لفترة وينام هنيك. طبيعي بهيك وقت تخاف وينشغل بالك بالشي اللي رح يصير، لأنه حياتك ممكن تتغير. مثلا ممكن يصير غير شخص ياخدك من المدرسة، أو حدا تاني ياخدك لدوراتك اللي بعد المدرسة، ويمكن تضطر تضل مع حدا من رفقاتك أو قرايبينك بعد الظهر. بس لو شو ما صار ما تخاف، حيضل الكل بحبوك، ودائما حيضل جنبك حدا يهتم فيك ويساعدك بشو ما بتحتاج. يلي معه سرطان لازم يزور الدكتور كتير لحتى يتحسن، ولازم ياخد أدوية. واحد من الأدوية اسمه علاج كيماوي أو كيمو. بأغلب الأحيان الكيمو له أعراض جانبية وبتتعب، هاد يعني إنه الكيمو عم بيحارب الخلايا السرطانية جوات الجسم وعم بيساعد المريض ليصح. بس ممكن يخلي الشخص يحس حاله تعبان أو متضايق، وممكن كمان هالشخص يهره شعراته، بس معلش بكره بيرجع بيطلع. رح تلاحظ انه ممكن يحط على راسه طاقيه او بيروكه، وممكن ما يلبس شيء، هذا الشيء هو بيختاره. اوقات الشخص يلي معه سرطان لازم يعمل عمليه، او الدكاتره ممكن يروحوا السرطان بشيء اسمه الاشعه. الدكاتره هن حيقرروا شو الشيء الاحسن لهالشخص لحتى يخلوا صحته تتحسن. وعلى فكرة علاج مرض السرطان كتير غالي وبيكلف كتير مصاري، وبده دائما متابعة ودعم. الشخص يلي معه سرطان ممكن يتعب أكتر من ما بيتعب، ويتوجع من أماكن معينة بجسمه، هاد يعني إنه بيكون بحاجة لينام أو بحاجة لهدوء. إذا بالعادة كنت تلعب رياضة مع الشخص يلي معه سرطان، يمكن بأيام معينة وأوقات معينة يكون كتير تعبان وما يقدر يلعب معك، بس ممكن بداله تحضروا تلفزيون أو شي فيلم حلو. بكتير أوقات رح تزعل لأنك عم بتشوف هذا الشخص اللي كتير بتحبه زعلان وتعبان، وحتى الناس اللي حواليه رح تشوفهم زعلانين ومعصبين، ممكن يبكوا كمان. هذا الشي طبيعي، هن مو زعلانين منك، هن بس عم
يعني كنا عم نحكي سمر مع ريما تحت الهواء انه هذا الفيلم هو من سنتين وكل مره بيعرضوه لتذكير الاطفال او للتوعيه وتذكير الاطفال انه هو شيء مرض السرطان هو مرض موجود بكل عائله ممكن يكون صح. ويمكن الطفل ريما من خلال الفيلم تبع الرسوم المتحركه توصلوا الفكره صح. بشكل صح. لطيف خلينا نقول خبرينا قديش مثلا الاطفال رغم الوجع يلي هن احيانا بيتوجعوا بالدواء بالعلاج ولكن في شغلات تانية بتنسيهم هذا الوجع بس يفرحوا بشيء بس يشوفوا مثلا هالنشاطات اللي كنتوا تقوموا فيها قديش هيك بتحسي في زيارات الفنانين كثير انبسطوا فيها حلو. صراحه الفنانين حلو. الاطفال كثير وحسوا هيك انه هن اشخاص مهمين أكيد برغم المرض والوجع مثل ما قلتي والالم بس هن هيك حسوا انه كثير شيء حلو انه حدا يزورهم وشخص مشهور ويتصور معهم اكيد هو السرطان يعني مرض اهم شيء هو مرض قابل للشفاء اذا كان متاح له كل الاجراءات التشخيصيه والدواء الصح والتشخيص الصح فنحن بنذكر دائما بهذا الفيلم هو اول شيء انه هو مرض قابل للشفاء هو مرض حساس كثير لانك تشرحي لطفل فنحن عملنا هذا الفيلم من سنتين كرمال نوعي الاولاد عن هذا المرض لانه مرض السرطان صار موجود بكل عائله وممكن الاولاد يشوفوا رفقاتهم بالمدرسه مع حدا سرطان فما لازم يحس الولد كمان هو اقل من رفيقه او يكون عنده معلومات مغلوطه انه بعده عن هذا الولد معه سرطان معناته بيأذي هو مرض غير معدي فكان كثير مهم بالنسبه لنا نعمل هذا الفيلم ونشوفه أكيد خلينا نحكي كلمة أخيرة لكل حدا عم يتابعنا اليوم شو بتحبي تقولي سرطان ما بينطر حدا والطفل المريض بالسرطان ما بينطر نحن بحاجة دعم بوقت الكورونا وخارج وقت الكورونا بس ما بحاجة دعم لأنه مثل ما حكينا هذا المرض ما بينطر نتمنى من كل شخص عم يشوفنا أو يسمعنا عنده أي قدرة يعني مبلغ صغير بيعمل فرق كبير صحيح. لما بيكون على الكترة مثل حملتنا أيام زمان اي شخص قدران يتبرع ولو بمبلغ صغير نتمنى انه يجينا اي دعم لانه نحن صرنا بحاجه هذا الدعم صحيح. بالذات بهالوقت الصعب كثير كثير على كل المجتمع فكيف على مريض سرطان اللي كل شيء تغير عليه صح. بصراحه اكيد هو واجب علينا كنا واجب على كل مواطن سوري ندعم جمعيه اطفال بسمه لنزرع البسمه على وجوه اطفالنا نتمنى لك التوفيق وان شاء الله هيك بنشوفكم بحلقات قادمه والله يشفي كل المرضى امين يا رب وشكرا كثير لكم شكرا للقناه الاخباريه كل سنه مواكبيننا بكل نشاطاتنا وبكل فعالياتنا شكرا كثير لكم يسعد صباحكم شكرا لك ريما شكرا لكل الكادر اللي عم يعتني بهدول الاطفال ويا ان شاء الله هيك رسالتك توصل من منبر الاخباريه السوريه لكل العالم اكيد ما حدا يقصر باي شيء بيقدر هو عليه لنقدر نحن نرسم البسمه على وجوه الاطفال شكرا لوجودك معنا